يا صباح الخير، يا صباح الورد، يا حلاوتك يا مص، ايه ده كله على كله. يا واجد يا واجد، يا هلا ويا مرحبا. كوفي in the morning. كوفي عاد، هذا الكوفي شو بيطلع يا جماعة الخير؟ What is this? شوفوا هذا الكوفي يا جماعة الخير، دي كوفي ديكو اب سب ملك دي كانك ليجا اسمه ديكو اب. ايوه، اوبن ذا سسبنس. يس، هذه هي، هذا هو الكوفي. يا كوفي هيك، يا الفطار الصبح يعني هني في مصر ما في احلى عن انك تشرب المانجا دي، يا مانجو اب يهابر بينجي بريكفاست مي كيا بات هس مانجو كا سب سے بہترین مینگو یہاں پر ملتا ہے ایجپٹ میں انڈیا میں پاکستان میں سر جہاں میں لیکن یہاں کا مینگو بہت الگ ہے یعنی کل الہند و پاکستان عارفین یعنی المینگو مالهم حتى اندونیسیا لیکن ہنی المینگو المصرية دی مية مية بہت ہی شاندار اور اس ویو کے ساتھ صباح الخير खुलती फिजाए खुलती घटाए يا باشا ده شاي الكشري بالنعناع زي ما قلت هيك كشري تي من كسر بس شكر نهم هي شكر بس بلاته هدول كسر وايد مشهور طبعا الشاي الكشري في مصر السبسي شهرة بايا هو شاي يهي هي ايجيبت من اس کا نام ہے کشری ٹی کشری چائے شاہی کشری بالنعناع صبح صبح کیا بات کیا بات سینما الزمالک ایوہ یلا یا بہوات شو ندخل ما في انيمال شفت ما فيش يعني انيمال بس نكمل هنا فضالي سي ما في انيمال هنا يہاں پر انیمل نہیں چل رہے میں ایجپٹ میں ہوں بولا میں اپ کو جو پوچھ رہے ریویو کے بارے میں سینما زمالک تسلم رجليك مصر العروبة والله مصر الحضارة يا سلام يا الله عليك يا سلام بعد جالس يا حسين يا سلام في احلى عن كذي لا لا حاسب حاسب لا لازم نجرب نورتوا مصر السلام عليكم تكاثر كيف الحال شو اخباركم طيبين انا بس بوريكم الشقة اللي سكنناها اليوم في مصر في القاهرة في منطقة الزمالك عن طريق شركة اللي تشوفونها اللي اسمها موجودة هني خلنا نفتح الباب ايوه الباب فتح طبعا مثل ما تشوفون هذه الشقة هذا المطبخ وتكرمون ده حمام اللي عند الصالة وهذه هي الصالة موجودة بالبليارد وبالجماعة ايوه وهذا حمام ثاني وهني في غرفة اطلالة طبعا على النيل بوريكم اياها بعد شوية وكمان هذه غرفة الماستر والغرف فيها سبحان الله يعني شوفوا دولاب كذا دولاب
بس في الدولاب ده فيه في حاجة سحرية. الدولاب ده، هذا الدولاب يدخلك على الحمام، حمام الماستر. نروح على طول إلى البلكونة عن طريق الصالة. هذا البلكونة المطلة على النيل، ما شاء الله بلكونة كبيرة توصل لحد هناك. الماستر والغرفة هذه والصالة في بلكونة واحدة في شقة على الزمالك. جميل أوي صراحة، جميل روعة. ما أصلحكم إذا تجون هني، سعر مناسب ومكان جدا مناسب. يا سند شو كم تبيعي؟ خلص يا سند، ما شاء الله عليك يا سند. ما جاء ألف عين جيم؟ ما أعرف. هذه سيارة. وين السيارة؟ خاف هاي السيارة؟ عشق واحد. وين ألف عين جيم؟ وصل ولا لا؟ لا. شوف الرقم حلو هذا. ها ها ها. وصلوا الجماعة، وصلوا، وصلنا وصلنا. ايوه ايه ده يا سند؟ ايه يا سند؟ لا للطاولة، الطاولة الطاولة يا جماعة. ايه ده؟ شوفوا لنا الحل، شوفوا لنا الحل يا جماعة. شو؟ انا بلا كورونا، وانا عندي كورونا. كل ما يهني ما اقدر اتامل بالمكان صراحه. شوف المكان اجمله. انت مريضه تعديني. ايوه، ما عايز اعجبك عشان صح صوع. بس خلاص يا بنت، يا بنت خلاص خلاص يا بنت، بس خلاص، بس خلاص. ما صورك انت انا سينا، شو الحل معاك؟ يا الله، بس خلاص يا بهوات. شوف يا بالطاولة، اين الشاي الاخضر؟ زي كيف راح نشرب الشاي وهي بتخرب الطاولة يا بنت؟ طاف جيبك، طاف جيبك. لا لا صدق، شوف شوف لنا حل يا باشا، ولا مش حنشرب ترى، حنقوم. شوف لنا حل. وين الاحمر؟ الاخضر وين؟ الاحمر هون. الشاي بيطيح يا بنت. الله. يا بنت ما في حل يا حسن، ما في حل يا جماعة الخير، والله ما في حل. شوفوا لنا حل يا جماعة، انقذونا، اغيثونا. خلصت والله خلصت.
خواني جنب جوزي بعد اذنك. يا استاذ اصور نفسي انا قاعد اصور نفسي لا قلبي يا ناس انا ما تحس بص فشل الراجل ما ابتدت فيك اول مره زين هنا انا بداية الشغل يعني ايه سالم؟